ديالي امان كجده. انا وقعت لي تلي حديثه اللي هي معروفه في المغرب كامل ديال تران وترونسبور اللي كانت في طنجه بالضبط في مغوغه 17 في شهر 2018. هاد الحديثه فقدت رجليه بجوج، تم البصره ديال رجليه بجوج، وحده تحيدت لي في ترونسبور وحده حيدوها لي في الطبيب. انا كنت يلاه جيت بشي شهر هكاك، جيت لطنجه حيت كان الزوج ديالي مريض وما كانش كيقدر يخدم، وانا فاش عيطوا لي في الشركه صافي مشيت خدمت. وانا عمري ما خدمت من قبل، انا كان دارنا يا اما كنقرا يا اما نجلس في الدار، ما عندهمش ديك الفكره ان البنت تخرج تخدم، ولا نخدم اللي خدمت غادي نجيب الشغل للدار جلاله بهكذا ولا شي حاجه ونجيبهم للدار، ما نخرجش انا نخدم على برا. المهم خدمت، جيت خدمت 21 يوم درت داك الحديثه صافي. من بعد تبدلت حياتي كامله كومبليتمون، يعني كتبدل، يعني انك تكون كتمشي على رجليك، كتعرف بزاف الحوايج، يعني كتحرك بوحديتك، وداك الشيء كيتبدل كل شيء، كتولي عندك يا اما خاصك ضروري اللي يحركك. دابا انا خاصني ضروري اللي يحركني، يا ماما كانت هي اللي كتكلف بيا، ماما هي اللي تجيب لي كل شيء. مسكينه لما عطاتنيش الماء، حيت انا ماشي ما عنديش دار كبيره، عندي غير بيت وهكذايا ما كنتحركش فيه، يعني ما عنديش كندير نتحرك بالكرسي متحرك وداك الشيء، كنبقى جالسه في بلاصتي، كتجيب لي ماما ما ناكل، كتجيب لي كل شيء. طواليط انا عندي طواليط بلديه في الدار ديالي، داك الشيء. وكان واحد السيد في الطبيب كان جاب لي طواليط ديال الهراقه، حاشاكم بعدا ديال الروميه، ماما هي كتكلف لي به، يعني ماما هي اللي كتكلف بكلش. راجل حاليا مازال معايا، ولكن دابا راه قاسم الخدمه، يعني انا ما نكذبش عليك، ما عرفاش انا بالضبط، ما هو مره معصب، مره كيقول لي انا جاتني صعيبه، انا يلا بديت حياتي، هو اصلا مازال صغير، انا عندي 25 هو عنده 26، يعني مازالين صغارين بجوج بينا، وكنا يلا شهر وما كملناش مع بعضياتنا، يعني يلا جيت ووقعت لي الحديثه. يعني كتكون ضروري كل شيء كيتقلب، كل شيء يعني، ونتمنى الخير ان شاء الله. انا بصراحه انا كنقولها له، حتى هو كنقول له بغيتيني ولد الناس مرحبا بك، انا معك، ما بغيتينيش وبغيتي شي حاجه خدها، بغيت تشوف حياتك حتى هي مرحبا، المهم انا طلقني من هنا وتزوج من هنا، ولا دير حياتك، صوب حياتك كيف بغيتي، انا ما غاديش نخليك معايا حيت انت مازال صغير، ما غاديش نشدك انايا بانك تبقى معايا، ما غاديش نشدك انك تبقى معايا بالسيف عليك، صافي انت نهار اللي تقول لي انا ما بقيتش قاد، صافي نقول لك بسلام، يعني انا ما غاديش نشدك. وليديا كانت صدمه كبيره علي، وخوتي انا لدرجه واحد اختي 3 ايام ما هضرت ما تكلمات ما والو، يعني كانت صدمه كبيره. مع انا كنت في الدار كندير لومبيلونس كما كيقولوا، وكنت دائما دايره الصداع والمشاكل، ماشي مشاكل، كنضحك وكل شيء، يعني المهم فين كاين مشاكل كاين هذيك، ماشي بعقلي دائما دايره لومبيلونس في الدار. المهم كان سميتو، كنت يعني عندي علاقه مع خوتي، احنا كاملين عندنا علاقه وطيده، احنا 9 الخوت ما شاء الله. لاسيرونس لحد الان قالت لي هذه 5 شهور ما عطيتهم انا واحد ورقه ديال البروتيز، وكانت تدازت 5 شهور واحد قالوا لي غادي تجي ديري خبره، مشيت درت خبره، دازت عاوتاني شي 3 سيمانات هكاك ولا جوج، وعاد عيطوا لي قالوا لي راه غتمشي ديري القياس، تاخدي القياس انت، سيري شوفي فين تاخدي القياس، المهم جيبي لنا غير الدوفي حنايا وحنا غادي نكاشيو لك عليه. بالنسبه للطبيب كنت كنداوى في الطبيب، يعني بالنسبه للادويه وداك الشيء كنت كنداوى في الطبيب محمد الخامس، حيت انايا من شهر 2 حتى شهر 4 عاد خرجت من الطبيب، كنت كنداوى تمايا، وكانوا كان كلشي الله مراسله وكلشي مزيان والحمد لله داويت مزيان. وملي خرجت بقى لي، حيت كنت مازال كندير البوسمون وداكشي الفاسمه وداكشي شي شهر، وانا كنديرها على برا حيت ما كان مازال، وكنت كتكلف لاسيرونس هي اللي كتكلف لي. لا اليونيسيف ما درت معايا حتى شي حاجه، ما عرفت ما شافت فينا حتى شي حاجه، حنا ما درت معنا حتى شي حاجه، ما درت معنا حتى شي حاجه، القضيه مازال في المحكمه. كيجيني الحريق دابا، انا حاليا خاصني نمشي عند الطبيب باش نمشي عنده باش نقول له، عاتاني كيجيني الحريق في رجلي في راسي، عاتاني حتى عندي الضربات في راسي كيبقاو يحرقوني المهم الحمد لله 180% 180 درجه تقلبت
من حاجه لحاجه، ولكن الحمد لله مازال انا مازال كيما كنت نضحك يعني ما عنديش مشكل، اللهم لك الحمد. يعني صافي تقبلت من الله سبحانه وتعالى، لان هنا بكيت ودت اللي درتو، حيت انا راني ملي كنت في الطبيب انا راه داك الشهرين اللي عشت في الطبيب انا راني عشت واحد الحالات نفسيه قاصحه بزاف، يعني ما جاتني ما تقبلتهاش في الاول، ما تقبلتهاش لان كتجيك ما بين ليله ونهار صافي ما بقاش عندك حتى شي حاجه، راه بقاش عندك رجلين. انا راجلي ملي كنت شي غادي ندير العمل قلت له شوف سير انا ما بقاش مني فايده، غير سير تزوج طلقني وسير في حالاتك، كنا غادي نبين نيشان غادي للبلوك غادي تحيدوا لي رجلين، قلت له غير سير في حالاتك، قال لي لا انا ما نخليكش، قلت له المهم انا قلت لك غير سير في حالاتك من هنا من دابا، انا من هذا النهار من دابا غادي نحيد رجلي غادي نقول لك صافي سير في حالاتك ما غاديش نخليك معايا انا، صافي تما غبت صافي تجبرت راسي فقت وجبرت راسي مشات لي رجلي. انا الامنيه ديالي واللي كنتمناها من الله سبحانه وتعالى هو انني بغيت رجلين اصطناعيين باش نمشي بهم، على الاقل ما غيكونوش بحال رجلي سينغما ما يكونش بحال رجلي، ما غاديش نحس بهم، لكن على الاقل نكون كنتمشى وكنتحرك بوحديتي وما كنتسناش شي شخص يجي يهزني ويحركني، حتى لو جاني العطش خصني نمشي، لا بغيت نشرب خصني نمشي نوض انا نمشي نشرب ونجي وناكل، الحمد لله اللهم لك الحمد.